لا يبقى انا اعطيك الفرصه بعدين الحين الزياره يخلص حتشن مو عامل فلوس انا حتشن تبيع زعل بشيش قاعد كم مره قاعد تشتكي يعني. والله مو زين والله مو زين زين لا تفلس لا تبيع انا خلاص انا مشتري اليوم شيء بالسالفه اعطني قاعد مو احنا نتفلس ما نتفلسل والله مو زين مو مصدق امس باشر الصبح انا وياك راح نشوف كذا زين يلا خلينا نشوف عليكم السلام زين الحمد لله دكتور امس يقول لنا زين متفلس يقول لنا اعراض التفخيم زين كله قال لي التفخيم زين نعم 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 هذا الكلام ترى صحيح هل تعلمون ان التدخين سنويا يؤدي الى قتل الاف الاشخاص على مستوى العالم والتدخين اضرار كثيره جدا التدخين يؤثر على كل أعضاء الجسم الموجودة في الإنسان كل الأعضاء والتدخين من أكبر المضار على الجسد في الجهاز التنفسي وبالتحديد في الرئتين يتسبب في سرطان الرئتين كانسر وأيضا التدخين يؤثر في القلب وعندما يؤثر في القلب تصير مشكلة في ضغط الدم وأيضا يؤثر على الكلى ويؤثر على عملية الهضم ويؤثر في الجهاز المناعي وأيضا يؤثر في غدة البنكرياس اللي هي بتفرز الأنسولين وبالتالي الإنسان هيصاب بالسكر فترى ننصح بأن الناس تبتعد من التدخين بكل أنواع إذا كان السجاير العادي إذا كان الشيشة إذا كان السجائر الحشيش ترى كل هذه الأشياء هي في النهاية بتؤدي إلى هلاك الإنسان أعرف تسلموا كثير حبايبي مرحبا بكم السلام عليكم الله يعافيكم والله ما أشكرك شيء صغير صغير عن موضوع التدخين والمشكلة اللي قاعد تصير بين الشباب ومشاكل التدخين بشكل عام إن شاء الله يكون محاضرتنا دمها خفيف عليكم وتستفيدون منها من ناحية علمية وبنفس الوقت من ناحية اجتماعية أولاً خلينا نشوف حجم المشكلة قبل لا نبدأ بالتفاصيل نقول حجم المشكلة طبعاً في تقديرات تقول أن عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة منهم تقريباً 1.3 مليار يعني 300 مليون مدخنين أوكي للأسف 800 مليون منهم يعيشون في الدول النامية الدول النامية اللي احنا يعني الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بس 300 مليون يعيشون في الدول المتقدمة أمريكا وكندا وأوروبا وشمال أوروبا معناته شنو أن الناس المتعلمين أكثر والدول المتقدمة فيها نسبة التدخين أقل فأكيد في شيء يساعد أو يمنع الناس أنها تدخن بعدد يعني بالأعداد الكبيرة إذا كانوا يعيش في دولة متقدمة وهذا يعكس حضارة الشعب وحضارة الدولة فمعناته إحنا كل ما قللنا التدخين راح نعتبر علامة من علامات التقدم والتحضر هاي أولا طبعا للأسف 5 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب التدخين 5 ملايين يعني مرة ونص كثر شعب الكويت يعني تصور خلال سنة ونص خلال سنة عدد شعب الكويت كلهم يكونوا متوفين لا سمح الله هذا عدد الناس اللي يموتون من التدخين كل سنة طبعا رقم كبير لو جينا نحسبهم بشكل يومي 13400 شخص يموتون على مستوى العالم يوميا
من التدخين من الحرق من ما انا مشيت هني لما وصلت هني تقريبا ثانيه 9 اشخاص بالعالم ماتوا بسبب التدخين. ممكن تخيلون الرقم هذا؟ رقم كبير جدا. خلال ثانيه واحده على مستوى العالم في 9 اشخاص قاعد يموتون من التدخين. فمعناته المشكله كبيره مو سهله. انزين شنو هو التدخين او شنو هو السجاير؟ طبعا الماده اللي تستخدم في السجاير وفي الشيشه وفي الغليون وفي السيجار والتمباك كلهم ماده يسمونها التبغ او اللي احنا بالكويت نسميها تتن. اوكي هي ماده نباتيه من احد فصائل الزرع والنبات اكتشفت المره الاولى في القاره الامريكيه لما الاوروبيين راحوا واكتشفوا امريكا الشماليه اكتشفوا ان الهنود الحمر هناك يدخنون الماده هذه فاخذوها معاهم للاسف ونشروها في كل العالم. ليش؟ راح نقول بعدين. طبعا عشان بس تكون عندكم فكره للمقارنه بين انواع التدخين السيجاره الواحده فيها يعني اذا جبنا 20 سيجاره او 40 سيجاره هي نفس الكميه اللي موجوده في الشيشه. الشيشه او راس الشيشه اكيد شايفين شيشه كلكم صح؟ الراس الواحد ففي كانه علبه الى علبتين فشايفين الكميه الكبيره اللي موجوده من التتن او التبغ داخل الشيشه. لان في ناس وايد تقول الشيشه ما تاثر، لا بالعكس ضعفين يعني باكيتين في راس واحد. طبعا هاي شكل النبتة التتن لما تكون خضراء ولما تتجفف تكون لونها بني، عشان شي داخل السيجارة تلقونها من لونها بني يدعم. انزين شنو مكونة من السيجارة لما الواحد يحرق السيجارة او الشيشة او القدو او كلهم طبعا نفس الشيء. في مادة النيكوتين وهي اهم مادة لتخلي الواحد مدمن. النيكوتين مثل الهيروين مثل الحشيش مادة تخلي الواحد مدمن يصير يعني متعود عليها وهذه مادة قلوية أول ما الواحد يشربها تبدأ على طول تأثر على دماغه خلال أو مخه خلال 8 دقائق. القطران تعرفون شنو القطران؟ الظاهر شاطر طالع الأول أنت. شنو القطران؟ القطران شايفين الجار اللي بالشارع المادة السوداء هذه هذا القطران. بس طبعا الموضوع بالسيجارة كمية صغيرة لكن هي نفس الشيء. فتصور انت قاعد تشرب جار. انزين اول اكسيد الكربون موجود داخل السيجارة. طبعا في ثاني اكسيد الكربون اللي احنا لما نتنفس نطلعه ونستنشق الاكسجين. اول اكسيد الكربون مادة وايد قوية تتفاعل مع الهيموجلوبين الدم. الهيموجلوبين اللي هو شنو؟ سامعين في الهيموجلوبين؟ اي الهيموجلوبين سامعين فيه؟ مو سامعين فيه. خلينا نعطيكم نبذة سريعة عن الهيموجلوبين. الدم لونه احمر صح؟ اللون الاحمر اللي موجود في الدم هي مادة الهيموجلوبين. مهمتها تاخذ الاكسجين من الرئة الى بقية اعضاء الجسم. ليش نتكلم عن هالشيء؟ لان اول اكسيد الكربون ينافس الاكسجين على الاتحاد مع الهيموجلوبين. فبدال ما انت تنقل اكسجين نظيف الى جسمك الى اعضاء جسمك الى دماغك الى عيونك الى قلبك الى رئتك الى عضلاتك قاعد تودي اول اكسيد الكربون اللي هو اصلا ما منه اي فائده ومضر. مادة الزرنيخ مادة سمية سم نفس اللي يستخدمونه في تكرمون حق الحشرات والاشياء هذه عشان يذبحونها هم موجودة بالسجاير. نعم شنو قلت؟ انت عشان يشربونها ماء اي لان الكمية اللي فيه في السجارة الواحدة وايد كمية قليلة بس تراكميا لو واحد استمر يشرب سجاير فترة طويلة الكمية راح تتراكم في جسمه أكبر وعشان كذي تلقاهم يصير عندهم الأمراض.
زين، في مادة البتروبترين هي تقريبا أحد المواد الكيماوية المعقدة اللي يعني تؤدي إلى خلل في الجينات مالت الخلايا، فتخليها تتحول من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية. شو المقصود بالخلايا السرطانية؟ ليش احنا نخاف منها؟ أحد عنده فكرة؟ تفضل. نعم؟ لا يعني لما نقول والله واحد فيه سرطان بعيد عنكم يعني شنو؟ نعم؟ المية بالمية صح. صفقوا له أول شيء عشان طبعا الخلايا السرطانية. طبعا لك جائزة، ها؟ لك جائزة بعد ال... أقول لك جائزة عندنا بعد المخلص. الخلايا السرطانية هي الخلايا اللي تكون تحولت من الشكل الطبيعي إلى شكل غير طبيعي، تنمو بنمو سريع، تأخذ مكان الخلايا الطبيعية. فيقول لك مثلا على سبيل المثال واحد عنده سرطان بالرئة، بدل ما تكون خلايا طبيعية وتأخذ الأكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون، تقوم تنمو نمو غير طبيعي، تأخذ المكان هذا، وطبعا وظيفتها غير طبيعية، ما يستفيد منها الإنسان غير أنه على قولتهم تأكل بجسمه. إنزين، التدخين من يعني أكثر العادات السيئة اللي منتشرة بين الشباب للأسف. يقدر عددهم يعني في الكويت مثل ما تشوف الإحصائية اللي هني عندنا، شايفين هذا البنر، يقول لك 25% من الأولاد اللي أعمارهم من 13 إلى 15 سنة مدخنين. يعني إحنا إذا أنتوا 100 ربعكم يدخنون، طبعا من غير ما أحد يرفع إيده عشان ما نبي نفضح أحد. زين، البنات نسبة عندهم بعد موجودة عالية 11%، ولكن للأسف البنات قاعد يحاولون يقلدون الصبيان كل شيء حتى بالتدخين، فقاعد يزيد عددهم سنة بعد سنة. زين، شنو المقصود بالتدخين؟ ان انا اخذ المادة اللي موجودة داخل التتن هذا او التبغ داخل جسمي عن طريق ان نحرقه، على اساس ان انا متعود او جسمي مدمن على مادة النيكوتين، فلازم احتاج النيكوتين كل على طول عشان ارفع نسبتها في جسمي، فاحافظ على حالة التخدير او الادمان اللي انا تعودت عليها للاسف. طبعا قلنا التدخين نوعين، تدخين المباشر يعني ان انا احط الباكيت بمخباتي اسحب سيجارة وادخنها بارادتي، تدخين مباشر بارادتي ارادي، لكن هذا طبعا الانسان بينه وبين نفسه وهو حر نفسه. لكن للاسف المشكله الاكبر بالتدخين السلبي، التدخين السلبي اللي واحد مثل ما قال الاخ اللي انا ادخن معاه بس انا ما ابي ادخن، لكن هو اجبرني تدخينه في المكان المغلق، مثلا انا قاعد بكافيه، قاعد بمطعم، قاعد بصالون، بحلاق، تلقاه هو قاعد يدخن، يجبر اللي قاعدين كلهم انهم يدخنون. طبعا هذا مفروض احنا كمجتمع عاقل نعرف يعني متحضرين نبي نرتفع بمستوانا، نجبر الناس اللي ما تدخن او اللي دخن اقصد داخل الاماكن هذه، ان لو سمحت لو تبي تدخن تبي تذبح نفسك تبي تضر نفسك احنا مو مستعدين ننظر معك، لو سمحت تقعد مكان برا او ان تطفي سيجارتك. فهذا التدخين السلبي، طبعا مضاره مثل مضار التدخين العادي، لانه يقال كل سيجارتين يدخنهم واحد اللي يعني مباشره اللي قاعد يمه ياخذ منها على الاقل سيجاره. اولا بشكل عام القاعده تقول ان التدخين يؤثر على جميع اعضاء الجسم من هني لاظافري تحت، ماكو شيء او ماكو جسم عضو في الجسم ما يتاثر بالتدخين، كل الاعضاء متاثره بالتدخين. خلينا ناخذ شويه معلومات تفصيليه عن الموضوع هذا. امراض القلب والاوعيه الدمويه، طبعا التدخين المواد اللي قلناها سواء النيكوتين، القطران، الزرنيخ او اكسيد الكربون يؤدون الى تقلص الشرايين، ولما تتقلص الشرايين تصير ضيجه، فمرور الدم فيها راح يكون قليل،
فما تودي الدم كفاية إلى أعضاء الجسم، فيقوم يصير عندنا نقص في تدفق الدم. ولو صار الشيء هذا داخل القلب يقوم القلب يتعب، يصير عنده شيء اللي احنا نسميه الذبحة الصدرية أو الجلطة، أو إذا صار داخل الدماغ ممكن يكون عنده جلطة وشلل. أوكي، فالموضوع ما هو بالسهولة يعني إنه واحد يدخن وما يأثر على جسمه، بالعكس يأثر على الأشياء الأعضاء الأساسية بالجسم. طبعا المشكلة إن تأثير التدخين على شرايين الشباب أكثر من الكبار بالسن. ليش؟ لأن الشباب شرايينهم وايد مرنة، بسرعة يصير فيها تقلص نتيجة تعرضها للمواد السمية هذه. فتأثير التدخين على الشباب أكثر من تأثيره على الكبار. شوفوا الريل هذه، هذا ريل واحد مدخن، طبعا مدخن سنوات طويلة، صار عنده ضيق في شرايين الريل، فالدم ما قام يوصل إلى أطراف أصابعه. فأطراف أصابعه شنو صار فيها؟ ماتت، صارت سودة، اللي احنا نسميها غرغرينة. العلاج الوحيد انه يقصونها له، ما في علاج زين، لانه اذا مات الشيء خلاص بعد ما يريد يحيى. فهذه خلايا ميته كلها السوداء اللي تشوفونها. لما تروحون المستشفيات سالوا، لما واحد تسمع عن واحد قال لك والله بيبترونه صبعه او ريوله او شيء، سببين، يا سكر يا تدخين، لا ثالث لهما. أمراض السرطان طبعاً مثل ما شرح لنا الأخ اللي مساعة ما قصر، شنو موضوع شنو مقصود في خلايا السرطان. طبعاً السرطان التدخين يؤدي إلى أمراض السرطان في جميع أعضاء الجسم، أهمها منطقة البلعوم والرئتين، نعم، والحنجرة، أحسنت، والمثانة. قاعد يقول بوين المثانة؟ بوين؟ تحت، شكو؟ لا، لأن تنتقل بالدم، كل المواد السمية هذه تنتقل بالدم، تروح جميع أعضاء الجسم، فممكن يصير معاهم سرطانات المثانة. الجهاز التنفسي، وهذه أكثر الأمراض شيوعا، وتبدي مبكر يعني ما تنطر كم سنة، خلال كم شهر من بعد بداية التدخين تبدي عنده الأمراض، كحة على طول تلقى كحة، بلغم، تغير الصوت عنده، يصير صوته خشن. اكيد شايفين مسلسلات، وكم ممثل كان مشهور عندنا صوته وايد متغير، الى الله يرحمه توفى نتيجة سرطان البلعوم. يقول لك يعني انت محتاج بس 5 سيجارات باليوم لمدة سنة عشان تبدا امراض الجهاز التنفسي معك. هني مثلا على سبيل المثال او عشان التوضيح، على اليسار في الشعب الهوائيه اللي هي المجرى الهواء داخل الرئه في الحاله الطبيعيه، تلاحظون عليه ان مجرى مفتوح واسع، دخول الهواء بكل سهوله، الجدار ماله وايد ضعيف، يعني احلى ما يكون. وهذا عاده الشخص ما يحس باي اعراض مشاكل، ما عنده كحه، ما عنده اي مشكله. لكن لو تشوفون اللي على اليمين، شو الفرق؟ نبي واحد يشرح لنا الفرق، بنظارات اللي مثلي. مسكوكة، اي صح. شنو التغيرات اللي انت ملاحظها عليه؟ شنو التغيرات اللي صارت من الحالة الطبيعية لحالة هذا مو الدم، هذا مجرى الهواء. الهواء الهواء. اي. فمعناته ان الهواء هني كميته على اليمين راح تكون اقل، صح؟ بعد في ملاحظتين بعد. تفضل. في ضيق وبعد؟ لبعد. ايه هو التهابات، نوع من التهابات بالرئه، بس شلون؟ قلنا ضيج وبعد في ملاحظتين واضحين. شنو؟ يصعب الهواء يمر. ملاحظين المادة الصفراء هذه؟ تكرمون، هاي البلغم داخل مجرى الهواء. وبعدين الجدار نفسه قلنا متين ملتهب، فمعناته النتيجة ان الهواء ما ينتقل داخل مجرى الهواء بشكل طبيعي، فهذه هم بعد مشكلة.
تلقى إنسان عنده ضيق بالتنفس وصعوبة بأنه يأخذ الهواء، حتى لو بيركض ما يقدر. أكيد لاحظتوا الشباب اللي يدخنون ما يقدر يلعب مثل ما الشباب اللي ما يدخنون، هذا حركته سهلة، هذا خلال نص ساعة ربع ساعة يتعب. هذا السبب، شفت السبب؟ هذا السبب. إنزين، الجهاز الهضمي، المعدة، المريء، الأمعاء كلها تتأثر، يصير عندهم عسر هضم، كلما يشتهي الأكل، انتفاخات، امساك مزمن، وعشان كذي تلقى يفقدون وزنهم لأنه ما يقدر يأكل، كله متضايق بالمعدته. هذا سبب أهم تأثير التدخين على الجهاز الهضمي. العيون نفس الشيء، شرايين العيون الصغيرة تتأثر مثل ما تأثرت شرايين الريل، يبدأ الإنسان حتى الشبكية في العين تتأثر، نظره يصير ضعيف. الجنس طبعا انتم شباب كلكم ان شاء الله وضعكم صحي زين، بس ما نبيكم توصلوا للمرحله هذه ياثر عليكم بالمستقبل سواء صبيان او بنات. انزين، هذا من الناحيه الصحيه. خلينا نتكلم الحين على تاثير التدخين من الناحيه الاجتماعيه على مستوى حياه الانسان وتعامله مع المجتمع او تعامله مع الناس اللي حواليه. اولا الانسان المدخن كسول، ليش؟ انتاجه في المجتمع قليل، حتى يروح الدوام تلقى دوام يعني انتاجه ما هو اللي مثل ما تتوقع انسان غير المدخن النشط، يمول المجتمع لتكاليف مرض الشخص هذا. مثلا على مستوى الحين مثل بالكويت عندنا مراكز كبيرة للقلب وأمراض الرئة والشرايين والأشياء هذه، فالفلوس الحكومة قاعد تصرفها على مراكز صحية، كان الأولى أنها تصرفها على مثلاً على جامعة، على مركز رياضي. من أكبر عندنا مستشفيات ولا الأندية؟ مستشفيات. ليش؟ لأن عندنا الناس مدخنة وايد وعندنا الناس أمراض فيها وايد، فالحكومة تضطر أن تصرف فلوس على المؤسسات الصحية، كان الأولى أنها تصرف على الشباب وأنشطتهم الرياضية والصحية لو كانت صحتهم زينة. الأضرار النفسية طبعاً المدخن عشان دائماً يحس إنه متوتر فيقوم يدخن سيجارة ثانية عشان يسترخي، أو هو يعتقد كذي إنه يبي يسترخي، لأن مادة النيكوتين اللي هو أدمن عليها تخليه يحتاج التدخين على طول. طبعاً بهالشيء يبتعد عن حل مشاكله النفسية، مشاكله الاجتماعية، يحس إنه شبه مخدر يعني. طبعاً أنا بطلب من الأخ أبو محمد، هو مدخن سابق ومشكور ما قصر إنه يا معانا يظهر لكم يعني يبين لكم تجربته لما كان مدخن وبعدين لما بطل التدخين شنو الفرق وليش بطل التدخين. تفضل أبو محمد. أشكر إدارة مدرسة أبو تمام اللي أنا كنت سنة 84 بهالمدرسة هذه، وأشكر الدكتور أنور والدكتورة مديرة مستوصف رميثية. طبعا أنا كنت شباب مثلكم وكان عمري 16 سنة وبديت أدخن وشربت سجاير بسبة أصدقاء السوء اللي كانوا كنت ماشيهم. دخنت مدة تقريبا 5 سنوات، اشرح لكم بالايد علشان ابين لكم الخمس سنوات الاصابع اللي الله اعطاني اياهم هذيل استخدمهم حق اشياء تفيدني مو اشياء تضرني. في يوم من الايام الولاعة علقت معاي، فاحنا كمدخنين بالعادة شو نسوي؟ نشوفنا مدخن نقول له عطني ولاعة ولع علشان اشرب السجارة اللي عندي، الباكيت اللي عندي محتاج اني اشرب منه، فمحتاج ولاعة من أي واحد أشوفه يدخن. بالعادة إحنا نساعد بعض يعني رفاق سوء نساعد بعض. إنزين طلبت من شخص قلت له عطني ولاعة، قال لي ما عندك فلوس تشتري ولاعة،
كسر في نفسيتي، كسر أحرجني، أهاني إهانة، نزل من طبقتي أو من مستواي. بيقول لي ما عندك فلوس؟ لا عندي فلوس أشتري، بس ألقيت أعطاني ظهره وراح، هو أكبر مني. ولكن الشيء هذا 18 سنة اليوم وأنا ما أدخن، حسيت بفرق كبير، صحتي، نومي، ذكائي، نشاطي. اليوم الريال هذا لو أشوفه أبوس على رأسه، بس للأسف ما أعرف أنا منه. يعني قدم لي نصيحة وقدم لي كنز. أنا يعني لو تقول لي يعطيك مليون وترك سجاير يمكن ما أتركه، لأنه في دمي ماشي، مستأنس منه، مرتاح. ولكن هذا الشيء اللي قال الكلمة أثرت فيني نفسيا، خلتني أقطع السجاير مولية 18 سنة. سويت، قمت أجمع ولاعات. لا تضحك، بالعكس، أنا برفع اسم الكويت بجنس الأرقام القياسية. أبي أجمع 5000 ولاعة، بسويهم كذي عشان أقول حق العالم كله الخمسة هذيلة اللي منهم الثنتين اللي أنا قاعد أحط صبعي وأشرب، الله أعطاني إياهم هذيلة. دول العالم كلهم يسوون كذي، النصر عدل، وانتوا تقولون حبتين وما ادري شنو كذي عدل. الصبعين هذيلة اللي كنت انا ادخن فيهم اليوم برفع اسم الكويت. انا الحين اليوم املك اكثر من 3000 ولاعة، ما باقي لي شيء. بدل ادش البقالة، بدل لا اشتري لي زقاير او اشتري لي حلاوة، اشتري ولاعة عشان اخشها. بعدين فكرت فيها من ناحية ثانية، بالشهر كم مقط؟ انت فكر فيها، اذا انت قاعد تشرب فكر فيها، 20 دينار بالشهر خشهم بالبنك، بالسنة كم يطلع لك؟ 240 دينار تفيدك حق سفرتك، حق لعبك، حق تشتري لك شيء ما تحتاج حق احد. انت تقول تدخن بالشكل هذا، في شباب يدخنون بالشكل هذا عدل. الصبعين هذيلا حق الكتابة، الله اعطاك اياهم تكتب فيهم عدل ولا لا؟ فهذيلا محاسب انت عليهم بيوم القيامة الاثنين، استفيد منهم. يعني لما تكون مدخن تلقى ايدك ترجف، اما لما تاكل شيء صحي وشيء مفيد لك، هذا شيء راجع حق صحتك انت. القوة مو انك بالعضلات، القوة بالعقل. ما راح تستفيد شيء من السجارة لان دخان طاير. تخيل انا سويت تجربة هذه ترى في ديوانية، في ديوانية عندنا، خذيت 20 دينار فريتها ويتها بحرقها. كل من قال لا 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 الله يخليك لا لا، ايش معنى؟ قلت له ليش بحرقها؟ يقول لا 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 حرام حرام. اقول له زين حرام تحرق 20 دينار بالشهر باكيت سجاير، ومو حرام لما احرق ال 20 قدامكم؟ شفت شلون تاثير؟ يعني عنده عادي يحرق ولكن ما يبي يحرق ال 20. هي نفسها ال 20 دينار هذه في الدول النامية ضابط. أنا شايفة يعني في دول فقيرة أنا رايح زايرها، معاشها بالشهر 20 دينار ضابط. فأنت فكر المستقبل، نقول بعد 10 سنوات لما تجمع الفلوس هذه اللي أنت قاعد تصرفها على الزقاير شنو راح تسوي لك؟ أنت راح تصير في قرارة نفسك تقول أنا بطل، أنا ناجح، أنا شخصية تفرق عن غيري اللي خسر نفسه وصحته وأذى غيره بعد، ان اروح ازوره بالمستشفى وريله يقطعونها اليوم قرارك. منو اقوى، الزقارة ولا انت؟ منو اقوى؟ انت صح ولا لا؟ تقدر تعفسها بيدك مثل ما عفست الباكيت انا، واليوم 18 سنة انا ما ادخن، عفسته. ليش؟ عندي قوة، قوة ارادة. انت شخصيتك، انت ولد شباب. انا ليش قلت لكم بالبداية؟ انا كنت ولد هالمدرسة، سنة 84 كنت ولد هالمدرسة. انتوا عيال مدرسة باش تفتخرون تقولون والله انا طلعت من ابو تمام وانا رافع راسي، تصفيق حق مدرسة بتمام.
انت تكون قدوة، انت تكون قدوة لما تقول ترى الشجاعة مو بالهواش وشجاعة بالقوة وشجاعة، لا، الشجاعة بالذكاء. لما تكون انت ذكي انت تكون قدوة حق غيرك. لما تقول انا مميز تروح مدرسة ثانية او تقول حق مدرسة ثانية ولد عمك ولد خالك ولد اللي يصير لك تقول له انا بطلت تدخين وعفست الباكيت، بعد عمري ما راح اشرب. هني هذه الرجولة وهذه القوة. عندك ارادة؟ اللي عنده ارادة وقوة يفوز على غير الضعيف، انا اسميه الضعيف. وانا بيكم بعد انتم تساعدون تلمون ولاعات، انتم تساعدون تلمون ولاعات علشان ندخل جينس الارقام القياسية ونرفع اسم الكويت 5000 ولاعة علشان نأشر بيدنا ونقول الله منحنا الخمسة هذيلة نحافظ عليهم نستخدمهم في أشياء مفيدة ما نستخدمهم في أشياء ضارة. ماشي شباب، يعطيكم العافية. السبب الأول الأسباب النفسية، الواحد يحس أن التدخين شيء مفيد ومريح ويهدي بالي والكلام هذا، كل هذا كلام مو صحيح. العاقل مثل ما قال أبو محمد هو اللي يتخذ القرار الصحيح واللي يكون دائما في مصلحته. أسباب اجتماعية، وهني شوي خلينا نوقف ونركز على هالنقطة. للأسف في بعض البيوت الوالدين شوي منعزلين عن عيالهم، أو العيال بعيدين عن أمهم وأبوهم، الأبو بعيد عن البيت، الأم ما تدري عن عيالها، الكل واحد يتصرف بطريقته بأسلوبه يسوي اللي يبي. أنتوا كشباب طبعا احنا ما نقدر ندخل في بيوتكم ونقول لكم سووا ولا تسوون، عشان انكم تكونون ناجحين في حياتكم رضا الوالدين مهم. خلي تكون المبادرة منكم انكم تتقربون حق اولياء اموركم، زين، تكونون مع ابوكم ومع امكم مع اخوانكم الكبار مع يدكم. الشيء هذا يفيدنا اذا انت عندك مشكلة مدخن لا سمح الله، عندك صديق مدخن، ناقشه مع ولي امرك مع ابوك. عندك مشكله بالمدرسه احد مضايقك، خليك قريب من ابوك، اخذ منه نصيحه. القعدات البطاليه هذه، واحد ما يدخن يروح قعده من هالنوع خلال كم اسبوع تلقى هو اول واحد يحرص عليها، وخصوصا الشيشه او بالقهاوي اللي صايره اليوم. أسباب شخصية قلناها مثل ما قال أبو محمد وأرد أكرر، خليك قوي وقول لا أنا ما أبي أدخن. وسائل الإعلام للأسف قاعد شركات تدفع ملايين ومليارات الدولارات على أساس تروج لنا التدخين. يمكن الحمد لله إحنا بالكويت عندنا قانون يمنع الإعلانات بالجرائد وبالمجلات، لكن ممكن يحطوا لك فيلم بطل او بطله اثناء احد المشاهد تسحب علبه السجاير وتدخل لها سيجاره تبين لك ان هذه قوه وهذه جمال وهذه حلاوه وهذا نشاط. طبعا هذا الكلام كله غلط ومدفوع الاجر. هذا اساليب الوقايه من التدخين. اول شيء طبعا عقب لازم يكون المجهود اجتماع يعني مشترك ما بين المدرسه ما بين البيت ما بيننا احنا الشباب اللي ننصح فيه ربعنا. قلنا دور الأسرة وايد مهم، الآباء الأمهات الوالدين لازم يكونوا كلهم لهم دور في الموضوع. المدرسة وايد قاعد يصير فيها نقل للعادات السيئة سواء البنات أو الأولاد. دور المدرسة وايد مهم، احنا كأخصائيين نفسيين او أخصائيين اجتماعيين اذا شفنا واحد يدخن ما راح يكون العقاب من البداية، نبي نعرف ليش هو قاعد يدخن وشلون نقدر نساعده. ممكن نعطيهم احنا كمدرسة بدائل، نشركهم بأنشطة مثل ما شاء الله عليكم قسم التربية الإسلامية قبل شوي ورونا فيلم وايد شيء حلو، يشاركون بالأنشطة هذه نشارك فيها. إذا عندنا أفكار نروح حق
الناس الاشخاص المسؤولين بالمدرسه كل هذه احنا كناس مو مدخنين ممكن نساعد المدخنين بافكارنا بانشطتنا. المجتمع احنا بعياده ثلاث التدخين مثلا على منطقه حولي المركز الصحي الدكتور كلنا نساعد في نخلي المدخنين يتخلصون من العاده هذه. تواصل مع المنظمات العالميه الاحتفال بيوم التدخين العالمي اللي هو راح يصادف 31/5 هم من المناسبات اللي احنا ممكن نستغلها في نشر ثقافه لا للتدخين. خلونا نتخلص من التدخين اليوم قبل باكر. اخر شيء الحين بقول لكم اياه اللي شنو الخطوات اذا واحد قرر انه يبطل التدخين. في 7 خطوات لازم يمشي عليها. الخطوه الاولى انه هو يقرر التاريخ اللي راح يوقف فيه التدخين. مثلا احنا اليوم تاريخ 9 ممكن اقول انا من 1/5 خلاص ما راح ادخن راح ابطل التدخين. الخطوه الثانيه ان ابلغ المقربين مني المدرس مالي ربعي اقول لهم شباب خلاص انا قررت اني ابطل التدخين وبهد العاده الوسخه هذه او السيئه. الخطوه الثالثه ان طبعا يفضل ان انا اقطع التدخين مره واحده اقول مثلا 1/5 انا ما راح ادخن خلاص ما راح ادخن. بس في ناس يحسون بصعوبه بهالشيء جسديا يعني يصير فنقول لهم تدريجيا كل يوم نقص عدد السيجارات اللي تدخنها عن اليوم اللي قبله. الخطوه الخامسه الصحبه السيئه ابتعد عنها اللي قاعدين يدخنون لا تروح تقعد يمهم. الخطوة اللي بعدها قلنا الأماكن اللي فيها يكثر التدخين المقاهي والأشياء هذه مبتعد عنها خلال الفترة اللي أنا ناوي أبطل فيها التدخين. المشاركة في هوايات تفيدني أمدش نادي رياضي أحسن ما أقعد بقهوة أحرق بجسمي وصحتي. أهم أعراض التوقف عن التدخين أو اللي يسمونها نقص النيكوتين في الجسم اللي هو انه يجي لك افكار تودك تدخن، تغير بالمزاج، التعب، جفاف بالفم، كل الامور هذه مقدور ان انا اتخلص عليها، اسال الطبيب راح يعطيك النصائح. بالنهايه التدخين هو انتحار وما حد فيكم يبي يذبح نفسه اكيد. فلا تنتحر بالتدخين.